قد يتفاجأ البعض بهذه اللقطات، ولكنها في الحقيقة ظاهرة طبيعية ومتكررة في مسجد السبط الثالث المحسن الشهيد عليه السلام الواقع في أرض فدك الصغرى، فكثيراً ما يحضر فيه أبناء العامة فيؤدون الصلوات أو يشتركون في الجلسات والندوات من دون أي تمييز، حيث يتلقون الترحيب والحفاوة وحسن المعاملة كما يعامل أي شخص آخر بغض النظر عن مذهبه. وفي هذه اللقطات المتخذة حديثاً يلاحظ كيف يشترك أحد أبناء العامة من المذهب البكري في صلاة المغرب جماعة مؤتماً بسماحة الشيخ الحبيب، وذلك على الرغم مما يسمعه في قنوت الصلاة من لعن رموزه أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة، في صورة حضارية جميلة تعكس ثقافة تقبل الاختلاف في تقييم الشخصيات الغابرة، وأن لا يكون هذا الاختلاف مانعاً من التلاقي وتعزيز أواصر الأخوة الإسلامية. جدير بالذكر أنه يتكرر من حين لآخر حضور بعض أبناء العامة في الجلسات البحثية أو الحوارية مع الشيخ الحبيب أيضاً، وذلك على الرغم مما تتضمنه هذه الجلسات عادة من انتقادات حادة لرموز المذهب البكري وعقائده. والشيخ الحبيب هو صاحب المقولة الشهيرة من آذى بكرياً فقد آذاني، حيث يقوم منهجه على التفريق بين المعتقد الذي يجوز الهجوم عليه من باب النقد العلمي وبين المعتقد الذي لا يجوز الهجوم عليه أو إيذاؤه حتى وإن كان يحمل هذا المعتقد المرفوض. وبسبب هذه المنهجية الأخلاقية النبيلة يجد أبناء العامة أنفسهم في اطمئنان نفسي وارتياح عندما يحضرون المسجد الذي يصلي فيه سماحته وتنعقد فيه جلساته. وصل على محمد وآله الطاهرين ولعن أعداءهم أجمعين وخص باللعن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وقتلة الحسين عليه السلام. سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده.